لتفاصيل الحلقة بتاعتي دايما بيسألوني قبل ما تبدأ الحلقة هنبدأ بإيه يا شيف. إذا عندنا السينابون النهاردة هتشوف مكونات العجينة بتاعته، عندنا فراخ مشوية، عندنا رز بلبن، ولكن الطبيعي وقت الحلقة بتاعتنا تقريبا 50 دقيقة مشفيين، فلازم يكون عندنا مزمبلاص. إيه هو المزمبلاص في مصطلحات المطبخ؟ شوية تحضيرات صغيرين، عندك ماما عندك حماتك هتقشر لك شويه توم تحطهم في التلاجة، تقشر لك شويه بصل يبقوا محطوطين في ميه عاديه ميه ساقعه، في حاجات كده تخلصي نفسك منها بتريحك في المطبخ. عجينه السينابون استاذه رحاب بعد اذنك مقاديرها على الشاشه، بساطه سهوله مرونه. نعملها مع بعض ازاي؟ مكونات لطيفه جميله جدا، بتاخد خميره وبيكنج باودر، مفيش مشكله في الخميره والبيكنج باودر. معانا طبعا في المقادير بيض، هنستفيد بالبيض، ناخد بياض البيض بلاها الصفار كده، اصبح اول رقم حاجه الهيلسي ان انا استغنيت عن صفار البيض واستخدمت البياض بتاعه. نستخدم في العجينه بتاعتنا المفروض زبده، احنا بنستخدم مع كان الزبده معلقتين من الزيت ونقلل الدهون شويه. حطيتي معلقه زبده صغيره او معلقه سمنه صغيره مفيش مشكله، ده اختياري. دي مكونات العجينه ببساطه وسهوله، اهم حاجه الخميره والبيكنج باودر يتحدوا مع بعض تبقى عضلات علشان ترفع العجينه وتبقى معانا بالشكل ده كده اهو. العجينة بالشكل ده كده مش هنعمل فيها أي حاجة، بنحطها قدامنا على الرخامة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اللي يخلي العجينة يا مغازي تبقى هشة وتبقى كمان جميلة وفي نفس الوقت تبقى متخمرة معايا، لأن عجينة السينابون لازم تتخمر على مراحل. إيه هو؟ رقم واحد ندوب الخميرة مع سكر وشوية حليب دافيين. الحليب طبعا بنشتريه من السوبر ماركت يكون الدسامة بتاعته قليلة جدا. دي رقم واحد. احنا بنشرح ازاي نعمل عجينه السينابون، بيكون الحليب معانا دافي اهو بالشكل ده كده، وبنستخدم خميره وسكر. وجود الخميره مع السكر يا شيف بيخلي الخميره تشتغل بسرعه ويكون مفعولها سريع جدا. يا نعم حلو قوي، تمام اهو زي كده زي الفل. انا بس عايز اشرح مقادير السينابون زي الفل، ولكن الاهم من ده ان انا استخدم الخميره ويكون مفعولها معايا شغال. تعرفي ازاي مفعول الخميره شغال؟ اول ما بتحط عليها السكر وتدوبيها في شويه حليب دافيين او ميه دافيه لازم تفور معاكي وتعمل رغوه بيضة جميله، دي علامه من علامات ان الخميره جاري مفعولها وزي الفل. دي رقم واحد. رقم اتنين استخدامنا للبيكنج باودر، نحطه على الدقيق قبل ما ننزله على الخميره، المراحل دي مهمه جدا. انا طبعا بختصر الوقت علشان وقت الحلقه بتاعتي، عجنت العجينه وجاي بدري زي الفل والعجينه متخمره معايا اهي، هبدا اشتغل فيها. حلو الكلام؟ طيب ده بالنسبه للعجينه بتاعتنا. نشتغل فيها ازاي؟ العجينه دي كبيره شويه، بنقطعها نصين ونفرتها مع بعض ونبدا ان احنا نعمل التوبنج بتاعنا. توبنج السينابون في اي محل من المحلات عباره عن زبده وسكر بني في قلب العجينه من جوه، دي رقم واحد. طب احنا ايه البدايل عندنا؟ ببساطه كده هنشوف دلوقتي مع بعض. كده كده السكر البني امن يعني. شويه الدقيق دول ونفرد العجينه بتاعتنا اللطيفه دي كده. والعجينه طالما اتخمرت يا ست الكل يا ام يا خالتي يا عمتي ما تعمليش فيها اي حاجه خالص غير انك انت تفرديها، يعني ما تقعديش بقى فرحانه بيها كل شويه ايه تعمليها بايدك كده وتعجنيها تاني خالص، هي اتخمرت نبعد عنها ونشتغل بالايه بالنشابه بتاعتنا ده كده، تلاقي العجينه اتفردت لوحدها دايركت من غير اي حاجه خالص اهي. شفت العجينه؟ تبص لها تتفرد بس بصت حنيه شفتي العجينه اهي. انا مش بدوس على النشابه والله، هي لوحدها بتتفرد. نعمل شكل مستطيل 30 في 60 40 في 80 زي ما انت عايزه حسب حجم الرخامه اللي بتفردي عليها. ببساطه كده نفرتها قوي علشان تبقى عجينه السينابون معايا ما فيهاش عجين من جوه. بنروح نشتريه من المحلات بنحس ان احنا بناكل عجين عليه سكر. والله العظيم. فلازم العجينه تكون مفروده جامد والتوبنج بتاعها في قلبيها. شيل ده من هنا كده نوسع شويه. حلو قوي. ناخد مع بعض شكل مستطيل. كده العجينه زي الفل. دي رقم واحد. رقم اتنين تتعلمي لما تفردي عجينه تعملها فطاير، تعملها سينابون، تعملها بيتزا، تريحي العجينه قبل ما تشتغلي فيها. يعني اريح العجينه؟ اقول لها كلمه حلوه بالشكل ده كده هتلاقيها خست شويه تاخد شكلها الطبيعي، ان انا ارفعها من على الرخامه واخليها بالشكل ده كده وناخد مع بعض شكل مستطيل يا عم الشيف. شكل المستطيل كده تقريبا حلو
حلو قوي. الحته التخينه دي كمان كده معايا العجينه زي الفل. واقفه هنا بقى التوبنج بتاعنا. العجينه دي ما نرميهاش، دي ما تترميش، ممكن نعمل بقى فطاير نستخدمها في حاجات كتير قوي. بنلمها كده، وطبيعي اعاده هيكله العجينه تاني بنسيبها 10 دقايق بالشكل ده كده اهو، ونبدا نشتغل فيها تاني اي حاجه احنا حابينها. ما ينفعش ان انا افرتها دلوقتي خالص. التوبنج بتاعنا سكر بني، ده مش سكر بني للامانه، ده سكر بتاعنا اللي احنا بناخده على التموين، السكر العادي خالص، بنحط عليه شويه قرفه او معلقه عسل عشان يبقى برضو لطيف وبسيط. انا اول ثالث حاجه ان انا السكر جبت السكر بتاعنا العادي وحطيت عليه قرفه او معلقه عسل اسود. العسل الاسود مفيش منه اي مشكله، بقى معانا سكر لونه بني وزي الفل. حلو الكلام. هنستخدم هنا للامانه بقى عشان يبقى التوبنج حلو معلقتين زبده. هو المفروض مثلا ربع كوب من الزبده، تبقى زبده كتير تبقى العجينه غرقانه في الزبده. لا، احنا هنستخدم هنا معلقتين من الزبده صغيرين مع السكر بتاعنا عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوه خطوه. زي الفل. ادي الزبده كفايه قوي، بنحط عليها السكر ده كده. حلو. بنحط على السكر ده شويه حليب صغيرين. شفت بقى التركايه دي؟ شويه حليب قليل الدسمه. الحليب ده يا عم الشيف علشان يبقى الايه بديل للزبده، يبقى السكر معايا طري كده، واعمل عجينه حلوه بالشكل ده كده. تاني عملت ايه يا شيف؟ ما هنا بقى هنا الخبره الطهويه بتقول ايه كلمتها. اعمل زي سينابون بطريقه صحيه بقدر الامكان. خدت التوبنج بتاعي، حطيت معلقه زبده صغيره، حطيت عليهم شويه حليب، وبقلبه بالشكل ده كده. حلو قوي. سؤال جميل جدا، قال ممكن نستخدم دي بتاع السينابون بدي الشوفان؟ ما اعتقدش هيبقى سينابون، مش هيبقى الطعم المعتاد. فيفضل طبعا استخدام الدقيق بتاعنا عادي، ممكن نجيب الدقيق بتاعنا اللي هو الاسمر اللطيف الجميل. اهم حاجه في التوبنج اللي احنا عملناه ده كده، معانا من الحليب البودر شويه صغيرين بايديا كده اهو، ده حليب بودر اهو، ده التوبنج اهو ببساطه خالص اهو. هاخد العجينه دي كده اهي زي ما هي كده، ونفرتها على المستطيل اللي احنا عملناه اهو زي الفل. دي رقم واحد تمام. ونفرد الحشوه دي بايدينا كده بالراحه اهو، ونبدا بعد كده نلف العجينه ونقطعها دواير دواير، ونسيبها تتخمر المرحله الثانيه من التخمير. ده الطبيعي. طبعا احنا بنشوف المحلات المفروض السينابون ده بتلاقي زبده بقى مفروده طريه كده عامله زي الملبن في قلب العجينه، ويجي رشش السكر البني. احنا بنتكلم على التكنيك الصح اللي احنا بنشوفه. ودايما لما تفردي التوبنج ده بتسيبي 2 سم من قدام العجينه عشان تقفل معاكي، سيب الاطراف كده عشان ايه تقفل معاك، وخاصه الطرف الامامي بالشكل ده كده اهو، ونلفها مع بعض رولز. ممكن تبقى احسن مني وتعملي حاجه حلوه قوي. عندك مكسرات عين جمل حطها في قلبيها، شويه لوز حلوين يا مزاج اللوز حطهم في قلبيها، عندك شويه زبيب حلوين حطها في قلبيها، عندك شويه جوز الهند حطهم في قلبيها، وهكذا. طبعا لو انا مش حاطط الحليب على السكر والزبده مش هيفرد كده بالشكل ده كده. فالحليب هنا وجوده طبعا بيساعد على ان الحشوه دي او التوبنج ده يتفرد في قلبيها. نلفها مع بعض كده بسرعه. دي خطوه اولى، دي اهم حاجه. الخطوه اللي جايه بقى التوبنج بتاعنا والحشوات. في حشوات كتيره للسينابون، اولهم السكر الكريمي، اولهم عين الجمل، الكراميل، الشوكولاه، كل ده طبعا احنا عارفينه. ممكن نحشيها كمان صوص فراوله زي ما احنا عايزين حسب الرغبه. نلف العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده رولز كده. يلا 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 اطلعي يا سينابون اهو. لاحظت الولاده وانت بتفردي اعملي ديك كده اهو، تقوم تكبر معاكي الطرف اللي مش بنحط حشوه زي ما احنا شغالين كده زي الفل. شفت ازاي كبرت معانا حلوه البيضه دي تمام. طبعا دي لازم ياخد مرحله تخمير ثانيه بالشكل ده كده. نجيب السكينه الحلوه دي كده الجزء الاولاني ده انا مش عايزه. يفضل ان احنا نقطع العجينه هنا بسكينه مشرشره اللي هي سكينه منشار. بسم الله الرحمن الرحيم. كام يا شيف تقريبا؟ يعني المول لسل كده. حلو قوي.
الله. مين السينابون حلو كده بقدر الامكان نسبة الدسامة فيه قليلة، هنقول 50%. طالما عدينا ال 50% احنا كده تمام، مرحلة تالتة في التنسيق. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ كم واحدة دول؟ شوفي بقى اضربي في الواحدة ب 25 جنيه. يعني حالا دلوقتي اوريك كل حاجة. عينيا. هنجيب الصينية اللي هنخبز فيها عشان مخرجنا عايز يشوف العجينة من جوه. طبعا انا بسخن الصينيه هنا علشان اكسب وقت. تعالوا نحطها مع بعض هنا كده. ينفع ان انا اسخن الصينيه لو اخبز فيها بيتزا او اعمل فيها حاجه؟ ينفع. ده طبعا بيعجل موضوع السوى. حط فيها ورقه زبده لطيفه زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، يلا مع بعض بقى. انت عايز تشوف العجينه من جوه مخرجنا الجميل، انا عارف حبيبي عايز تشوف التفاصيل. صلى على الحبيب قلبك يطيب. بنلمها كده ونحطها كده. يلا تاني مع بعض. احنا ما ورناش حاجه، حابين تطلعوا فاصل وانا شغال كده، انا جاهز. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ده السينابون. ايه تفاصيل العجينه تاني عشان الحبايب اللي قاعدين بيشوفونا؟ حلو قوي. مكونات العجينه ببساطه خالص، استخدمنا بياض البيض بدل صفار البيض، استخدمنا زبده بدل الزبده، معلقتين من الزيت. حطيتي معلقه زبده مفيش مشكله، الدنيا مش هتقع بالشكل ده كده اهو. ولازم القلبه بتاعت العجينه من تحت كده وتفتحيها زي الزهره كده زي الورده. شفت ازاي؟ بالشكل ده كده. عينيا سخنه يا شفي، بس انا بحبك، هعمل لك اللي انت عايزه. شفتوا ازاي؟ شفت كلنا نجتهد على قلب واحد علشان الصورة تطلع حلوة. هتطلع من الفرن بعد ما تستوي، طبعا مش هدخلها الفرن دلوقتي، المفروض علميا تقعد بره بالشكل ده كده مدة 20 دقيقة، بعدين تتخمر، بعدين بندخلها الفرن. بس أنا طبعا سخنت الصينية، كسبت وقت، فوجود إن الصينية تكون سخنة ده بيساعد على عملية التخمير. سينابون، اللهم صل على النبي. ممكن بقى نحط شوكولا، كراميل، كريمة السكر، زي ما انت حابة. عيني اخر واحدة عشان ناخد بعضينا ونروع الرخامة بتاعتنا والكاونتر بتاعنا، عشان عندنا طبعا فراخ مشوية وعندنا رز بلبن. ولكن قبل ما اطلع الفاصل، العجينة دي ما ينفعش انك انت تتخلصي منها. طب انا عايز اشتغلها تاني يوم يا شيف مغازي، لان انا ضد التبذير. هنقول الحاجه غاليه، الحاجه لا خالص، احنا اللي بنغلي الحاجه واحنا اللي بنقول الحاجه غاليه. للامانه انت وفري بايدك، الاقتصاد استخدمي على قد استخداماتك وعلى قد الحاجات اللي انت بتعمليها. انا خدت نص العجينه بس، احنا طبعا عشان نشرح الموضوع، نص العجينه ده بتشال في كيس نايلون ويتقفل كويس وتحط في الثلاجه، تقعد عندك اسبوع 10 ايام تستخدمها استخدامات اخرى، تعمليها كبيبه، تعمليها شيش برك، تعمليها فطاير، زي ما انت حابه. بنرتب المطبخ بتاعنا، طلعنا من الحلو، طلعنا من الحلو. والطبيعي اول ما بنخلص الحلو، وانا بدات بيه الحلقه طبعا، مهم جدا علشان اهرب من موضوع ريحه البصل والحاجات اللي انا بشتغل بيها. طبعا حطينا السينابون في الفرن، ما ينفعش ان انا افتح عليه دلوقتي لان ده دخله بيض، بياض البيض. اي عجينه يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي بيخش في مكوناتها بيض زي موضوع الكيكه كده، لازم ننتظر عليه شويه في الفرن، مش اقل من 10 دقائق اذا كانت عجينه. اما اذا كانت كيكه طبعا التاكيد لازم 30 دقيقه من الوقت. ايه رايك ناخد بعضينا ونروح عند الفرن مخرجنا الجميل، نستمتع مع الصوره الحلوه وعجينه السينابون وهي بتتدلع، لحظه الولاده للسينابون في الفرن. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه. تعالوا نعمل الكراميل مع بعض بسرعه. كراميل، ايه مدرسه الكراميل يا مغازي؟ زبده، كريمه لباني، سكر، تاني زبده، كريمه لباني، وسكر. نشوف نعمله مع بعض ازاي. سكر، طاسه على النار، بننزل بالسكر بتاعنا ونسيبه على النار، ما نقلبهوش كتير. وهقول لك على تركية حلوه دلوقتي عشان السكر ده ما يمررش منك. بتعملي كريم كراميل، بتعملي كراميل لبعض الحشوات، اتعلمي حاجه حلوه وتبقي في الامان عشان الكراميل ما يمررش منك. بالمعلقه كده، فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، اهو
على كوب من السكر معلقه ميه، بحطها في قلب السكر كده بس، خلاص كده احنا في الامان. حلو الكلام. عمر السكر الكراميل ما يكرمل منك، ولا الكريم كراميل هيطلع مر معاكي. ما تجيب لي السينابون ده، جميل جدا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بص حبيت السينابون بتلعب في الفرن ازاي؟ اهي اهي، ايه الحلاوه دي؟ بص بص على الحلاوه، من فوق ومن تحت، احمرار من فوق ومن تحت. اهو اهو من السينابون اهو، شفت شفت العجينه؟ اه 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 اهو اهو سخنه يا شفيق، ايديها تولع يا شفيق. اهو حاضر. اه حلو. اه اقفل الفرن وهدي النار شويه. حلو الكلام. نطلع بالكراميل بتاعنا. ايه الاخبار؟ اه حلو. للامانه انا احط مكعب من الزبده، مش كتير يعني، هو المفروض ربع كوب من الزبده. شفت بقى الهيلث اهو، دول كفايه قوي، بيدوني ليونه شويه للكراميل، تفاصيل صغيره باقل تكلفه ممكنه نقدر نعمل اللي نفسنا فيه. عملنا السينابون النهارده، اللي هشوف الحلقه اقول لك شيف مغازي يعني السينابون وهيلثي. تعالوا يا اخوانا بس استاذن استاذ رحاب بعد اذنك، وانا بغرف السينابون بالصوره الحلوه بتاعته دي، نشوف مقاديره على الشاشه وازاي اهرب من الدهون واهرب من الماتيريال بتاعنا اللي ممكن يؤدي للتخانه ويؤدي لوزن زياده وزن ويؤدي للكوليسترول زياده. العجينه دي ما فيهاش زبده، فيها معلقتين زيت وبياض بيض بس، فيها خميره وبيكنج باودر شويه زياده. ليه يا عم الشيف؟ عشان هم دول العضلات اللي هيرفعوا العجينه بتاعتي. السينابون لغايه دلوقتي كده ممكن ناكله كده. هنجود، هنحط كراميل. هنجود نحط صوص الكريمه الابيض. هنجود نحط ايه؟ صوص الكريمه السكري الجميل الحلو اللي هو سكر وحليب. اه نحط عين جمل معانا كل ده. اه حاضر يا غالي، اشيل لك اتنين تلاته كمان عيني. اه مكانه كده تمام زي الفل. اه العب. نجيب الطبق بقى الحلو بتاعنا وما يطلبه المشاهدون. اللي عايز بالكراميل ماشي، اللي عايز بالمكسرات ماشي، ده وده معانا اهو. السكر الكراميل اخباره ايه؟ فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، انا بحبكم اكتر من نفسي. ما نجيب لحظه الولاده للكراميل، لحظه الولاده للكراميل الله يرضى عليك، لاني مش حاطط له اي حاجه خالص. سكر ومعلقه ميه هي السر. معلقه الميه اللي انا حطيتها هي السر اللي مخليه الكراميل محتفظ بشكله ولطافته وجماله. اه بص على الكراميل وبص على الحلاوه. الله يرحمك يا عم اتقال. الحلاوه اهي، شوف الحلاوه اهي. اه اه ده ما يتقلبش. اه 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 الكراميل. اه عملته ازاي يا شيف؟ تاني لكل الامهات اللي بتتابعني دلوقتي عايزه تعمل الكراميل لاولادها بقدر الامكان يكون هيلثي. حطينا السكر على النار، هتقول لي السكر مش هيلثي؟ ما طبيعي بقى، احنا بناكل حاجه حلوه. حلو، وحطيت معلقه ميه على كل كوبايه سكر، معلقة ميه صغيره على وش السكر وما قلبهاش، يطلع معايا بالشكل ده كده. مفيش مرار، ربنا يكفينا شر المرار. اهو عينيا. لا لسه 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 الحلاوه جايه. اهو لسه. اهو شفت الحلاوه بقى؟ اهو بص على لحظه الولاده دي كده. اهو اهو ايه الاخبار هنا؟ تمام يا ويل. زلزال زلزال كريمي، زلزال كراميلي. اهو خلص الكلام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا لحظة الولادة للكراميل. اه تعملي في البيت ليه؟ تشتري الإزازة بالشيء الفلاني، اه وعليها جمارك وعليها قصص. ايه إزازة كراميل تلاقي ثمنها 200 جنيه دي؟ ايه هتصور معاها؟ عملت كمية اهو زي الفل. اه شفت؟ اه قول لي بقى ده عايز يروح فين ده؟ خلي بالك لو عندك اطفال ما يقفوش في المطبخ، خلي بالك يبعدوا عن الايه؟ النار. اه عشان دي درجه حرارته عاليه جدا للامانه. اه الله عينيا. حاضر. عايزاه بطعم الحبهان، اخواننا في الخليج يحبوا الحبهان واللي هو الهيل، نحط شويه حبهان ناعمين، مطحون ناعم اللي هو الهيل. عايزاه بطعم القرفه، حط شويه قرفه. عايزاه بطعم الفانيليا، حط شوية فانيليا. عايزاه بطعم اللوز، يا لوز حط شوية لوز. اه التقليب ده مهم جدا عشان الكريمة تتناسق وتتشافى مع الايه؟ مع السكر. اه ناخد مع بعض بقى كده ونشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا معايا، يلا معايا على بلد المحبوب. اه
وصوص الكراميل على الشاشة. الله ينور يا استاذ رحاب، هو ده لحظة الولادة للكراميل والمقادير على الشاشة لكل أم بتتابعنا تعمل الكراميل في البيت. اه وخلي بالك تحطيه برطمان على مسؤوليتي، بس ما تحطوش في التلاجة يا أختي. اه اه تستخدمه في حاجات كتير، عجينة بان كيك ماشي. أول ما بيتعرض للبرودة بياخد شكل على طول. ممكن نعمل على فكرة كذا حشوات مع بعض مش كراميل. ناخد جوز الهند. دي شويه مكسرات كده، رشه حب اسمها، رشه حب، رشه حلويات، دي بتاعتك برضو. لوز، فستق، حلبي، زي ما انت عايزه. طبعا وجود الكراميل هنا بيخلي عمليه الانسجام مع المكسرات متناسقه. حلو الكلام ده، خلصنا من السينابون.